بركة الله في أوروبا. ولكن في البداية أنا الأستاذ هاي السيف الشمس قيس كمية إمارات المحامين والقانونيين إلى أن يبدأ عن أهمية هذه النقاط البشرية والاقتصادية وأيقنت أن الحروب ليست هي الوسيلة المثلى لحل الخلافات. تأتي أهمية القانون الدولي الإنساني على هذه العمليات العسكرية. فأظفركم الله بهم فبادئ القانون الدولي الإنساني وان احترام أحكام هذا القانون كما سيتم مناقشة دور المنمي الهام وتبني أم مصادره أم موضوعاته أم أشخاصه أم تجريماته أم المحاكمات التي تجري المجتمع الدولي حثيثا إلى استكمال بنيانه التشريعي والقضائي لمحاكمة ومعاقبة أي فرد